اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. كالطوفان بدأ بقطرة، كالبركان اشتعل بجمرة، هكذا بدأت الثورة من أطفال سوريا الحرة. دعاء أشار إلى حتمية التلاحم والتكامل بين أبناء هذين الشعبين العظيمين. من صنعاء الحضارة صنعاء التاريخ، نطل عليكم ببرنامج حرية وبس على قناة يمن شباب. حرية وبس يأتيكم الأحد الساعة 8 مساء بتوقيت صنعاء.